أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الخطيب يحضر جنازة حبيبة حسن. الأهلي يطلب تأجيل لقاء السوبر 24 ساعة. صلاح مرشحا لجائزة أفضل لاعب عربي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الجمعة باستاد مختار التتش بالجزيرة. واجتمع الخطيب بالجهاز الفني واللاعبين من قبل انطلاق المران للحديث حول أهمية المرحلة الحالية للفريق. وأكد الخطيب للاعبي الأهلي أهمية تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة وتقديم أداء جيد لإسعاد الجماهير والفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق. قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع مع حسام البدري المدير الفني للفريق الأول والسيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الأيام المقبلة. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع ترتيب بعض الأمور المتعلقة بالفريق الأول في المرحلة القادمة وخاصة ما يتعلق بالصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية. طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتحاد الكرة بتأجيل مباراة السوبر أمام فريق المصري المقرر لها 12 يناير المقبل لمدة 24 ساعة لتقام يوم 13 من الشهر ذاته لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأكد عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مباراته أمام الزمالك بالجولة 17 من الدوري يوم 8 يناير وهو ما سيمنع الفريق من الراحة بشكل كاف قبل السوبر، خصوصا أن المباراة ستقام في دولة الإمارات ما يهدد الفريق بالإجهاد بسبب السفر. وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن المصري سيخوض آخر مباراة له بالدوري قبل السوبر يوم 5 يناير، ما يعني أن الفريق المنافس سيحصل على قدر أكبر من الراحة وهو ما يعني الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. أعلن السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وصول شحنة الزي الجديد للفريق الأول في منتصف شهر يناير المقبل. وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن الزي الجديد سيصل إلى النادي في بداية العام الجديد وتحديدا في منتصف يناير، بالإضافة إلى بعض الأدوات الرياضية الخاصة بالتدريبات. وكان عبد الحفيظ قد سافر إلى تركيا خلال الفترة الماضية لاختيار التصميم الجديد لزي الفريق الذي سيرتديه بداية من العام الجديد. أدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الذين خاضوا مباراة الأسيوطي بالدوري تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة بملعب مختار التتش بالجزيرة. وكان الأهلي حقق الفوز على الأسيوطي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة يوم الأربعاء الماضي، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقصة في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
احتفى حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيماليزيوم بالنادي على هامش المران الصباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجدل. وعانى عاشور من الإجهاد وفضل الجهاز الفني عدم مشاركته في المران الجماعي. وصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هشام محمد ورامي ربيعة أداء التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيماليزيوم بالنادي الأهلي على هامش المران الصباح اليوم الجمعة على مختار التتش بالجزيرة. ويخضع ثنائي التأهيلي للتخلص من الإصابة من أجل العودة للمشاركة في المران الجماعي ومن ثم المباريات مرة أخرى. عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص البدري خلال المحاضرة على شرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين ومنحهم بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها خلال المباريات. والمزيد من التفاصيل انضم إلينا زميلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. تحياتي ليك يا كابتن هيثم وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني كريم كيف كان مران الاهلي اليوم ووصف لنا الاجواء في حضور كابتن محمود الخطيب؟ بالفعل طبعا النهارده كان صباح اليوم تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في اولى زياراته لفريق الكره والجهاز الفني قبل انطلاق المران. كان في اجتماع بكل اللاعبين والجهاز الفني داخل غرف قلع الملابس. الكابتن بيبو طبعا كان ليه بعض الكلمات التحفيزيه للفتره القادمه، طالب اللاعبين والجهاز الفني بهذا الاداء المميز اللي احنا بنشوفه خلال المباريات الماضيه استمروا عليه، وايضا كمان النتائج الكبيره اللي بيحققها النادي الاهلي. قال ده الهدف ان جمهور النادي الاهلي بيستنى الاداء والنتائج، عايزين طبعا الفتره اللي جايه تكون اهم ونحقق نتائج قويه لاسعاد جماهير النادي الاهلي. بعدها على طول كانت محاضره فنيه للكابتن حسام البدري لشرح طبعا بعض نقاط القوة والضعف لفريق مصر المقصر، التكتيك، الاسلوب، الاداء اللي هيخوض به الجهاز الفني والنادي الاهلي لهذه المباراه. وكان في تركيز كبير جدا من اللاعبين على مباراه مصر المقصر. كل المباريات طبعا زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن حسام البدري بيقولوا هي خطوات متتاليه، لكن مباراه مصر المقصر ليها اهميه كبيره اكيد عند جمهور النادي الاهلي واكيد عند كل لاعبي النادي الاهلي. بدا المران كالعاده طبعا ببعض الفقرات البدنيه للكابتن انيس الشعلالي مخطط الاحمال، وانقسم المران الى جزئين. جزء طبعا كان مخصص لكل اللعيبه اللي بتشارك او اللعيبه اللي شاركت في المباراه الماضيه. كان في بعض التدريب الخفيف، تدريب استشفاء طبعا منعا للاجهاد او خوفا طبعا من الاجهاد، وفقره كامله لباقي اللاعبين. كان فيها تركيز كبير. كابتن حسام البدري في اخر المران عمل تقسيمه كبيره بطول بمثلت الملعب، كان فيها بعض وقفت التقسيمه اكثر من مره، كان في بعض الشرح لخط الظهر خط الهجوم، كمان كان مركز طبعا على الكرات العرضيه. وكانت التعليمات الواضحه واللي احنا بنسمعها طبعا من خلال متابعتنا للمران، لابد من انهاء الهجمه باسرع يعني باسرع وقت، وكمان يكون عدد التمريرات يكون قليل جدا، وده اللي كان يعني النهارده كان ظاهر على كل اللاعبين. ان شاء الله طبعا بالنسبه للاصابات يمكن حضرتك طبعا ذكرت هشام محمد ان شاء الله يعود خلال اسبوع، سعد سمير طبعا اللي اكيد كلنا طبعا بنتمنى له السلامه الفتره القادمه، النهارده ما كانش متواجد طبعا خالص، كان متواجد لابس الجهاز الموضوع على الركبه، بنتمنى له طبعا الشفاء العاجل لسعد سمير 10 ايام ان شاء الله ويكون متواجد. رامي ربيعه بيأدي تدريبات التاهيليه في الجيم، لكن هو الشناوي طبعا اللي يمكن بنسبه كبيره غدا يكون في اختبار طبي ليه، لكن بنسبه كبيره الشناوي سيكون خارج الحسابات بالنسبه لمباراه مصر المقصه نظرا طبعا ليه عدم مشاركته في التدريبات الجماعيه خلال الفتره الماضيه او خلال الايام الماضيه، لكن غدا اكيد
انا انتظر قرار الطبيب خالد محمود طبيب النادي الاهلي ليه طبعا الدفع بيه الشناوي او من عدمه. غدا ان شاء الله كابتن هيثم هيكون التدريب صباحا في الساعه 11 صباحا، سيكون النادي الاهلي بعد هذا التدريب سيتوجه الى السويس ان شاء الله لمباراه الاهلي والمقصه استاد الجيش بالسويس، واكيد بتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الاهلي والمقصه في الجوله الثانيه المؤجله من بطوله الدوري العام. الزميل كريم احمد مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك.